على وقع القصف التركي لكتيبة مدفعية تابعة لجيش النظام في تل أبيض، سكتت مدفعية النظام عن المدن السورية ساعات معدودة لتعود صباحا وتستأنف جولاتها المعتادة من القصف والتدمير. ورغم الرد القاسي من الجانب التركي وقتله لعشرات الجند، استوجبت قذيفة النظام الطائش اعتذارا رسميا وأسفا وحزنا عميقين من حكومة النظام، في وقت تستقبل المدن السورية مئات منها ويقتل مئات السوريين بشكل يومي. يا محمد يا مدروع عزني يمي حبيبي. فتح حمد يا الدوما. إذن هو استقواء على الداخل، يقول ناشطون، سمح لمدرعات النظام هنا باقتحام مدينة دوما حيث نفذت سلسلة قصف عشوائي. يلدى وجسرين في ريف دمشق شهدتا كذلك قصفا عنيفا أدى لاحتراق عدد من المنازل، فيما شهدت قدسية حصارا وقصفا هو الأعنف منذ أشهر. أما في قلب العاصمة دمشق، اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة في شارع الثلاثين. الله أكبر، قصف عنيف على مدينة الرستم. قتلى وجرحى سقطوا في مدينة الرستم بريف حمص، إلى جانب آخرين قتلوا بقصف النظام لقلعة الحصن. دير الزور نالت كذلك حصتها من القذائف على أحياء الجبيلة والحميدية والعرف والموظفين، كما الحال في درعا وإدلب. قائمة مدن تقصف وقوائم قتلى ما تلبث أن تجد أسماء تملأها يوميا. محمد دغمش، العربية.